وزارة الثقافة وقعت مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بروتوكول للتعاون حول إدارة وتشغيل سينما الشعب. هنحاول نفهم إيه هي سينما الشعب. المفروض إن سينما الشعب دي السينمات الموجودة التابعة لقصور الثقافة اللي موجودة في المحافظات. معنا على الهاتف الدكتورة نيفين كيلاني وزيرة الثقافة. دكتورة نيفين مساء الخير، ايه قصه اهلا بيكي، وايه هي سينما الشعب يا دكتوره؟ سينما الشعب ده مشروع بدا في وزاره الثقافه من عده اشهر، وكانت فكرته توصيل خدمه الثقافه السينمائيه الى المناطق والمحافظات المختلفه في الجمهوريه عن قصور الثقافه، لان زي ما عارفين الدور قليله جدا، وفي بعض المحافظات ما فيهاش دور سينما من اساسه. صحيح. فكرة توصيل خدمة الثقافة السينمائية إلى المحافظات، فمشروع على مراحل. المرحلة الأولى كانت 16 قصر ثقافة في قاعات تصلح لتحويلها إلى، وبالفعل تم تنفيذها وبدأ تشغيل البروتوكول اللي اتوقع مع المتحدة للخدمات السينمائية بيهدف التراكة الثقافة ممكن. معلش يا دكتورة عشان الخط بيقطع، حضرتك بس تظبطي المكان لان الموبايل ساعات بتقطع الشبكة. كده احسن، اتفضلي. قلتي لي المرحلة الاولى كام قصر ثقافة؟ 16 ثقافة، 16 بعض القاعات اللي فيهم الى دور عرض استثنائي بتذاكر مخصصة التكاليف، وبنفتح تكون المرحلة الثالثة على مخطط عام 23 إن شاء الله، يكون 90 دور عرض في 3000. يعني احنا الأول 16 دور عرض وبعدين 40 دور عرض. ال 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 فين، في أي محافظات يا دكتورة؟ في محافظات عديدة موجودة في الشرقية هي وفي أسيوط وسوهاج، يعني في المحافظات اللي فيها قصور ثقافة تصبح بعض دور عرض. طيب ايه دور المتحدة بقى للخدمات الإعلامية؟ ايه شكل التعاون؟ التعاون عن طريق الإدارة والثقافة في المشروع نفسه الأفلام. حضرتك عارفة دور العرض لازم يكون في نسخ تتوزع كلها بنفس الوقت الموجودة في دور العرض في العاصمة القاهرة، هتكون موجودة في نفس الوقت في قصور الثقافة، وفي بعض الأفلام التوعوية والأفلام التسجيلية مع أفلام لا معلش خليني احاول افهم هنا، يعني المتحده هتديكوا مثلا الافلام اللي هي بتنتجها مثلا اللي موجوده على واتشت او الافلام، بعض الافلام اللي هتنتجها الشركه هيتم عرضها إلى جانب بعض الأفلام الأخرى اللي التوزيع بتاعها عن طريق شركة المتحدة. اللي هي ممكن بتكون بتوزعها. طب مين بيجهز دور العرض دي؟ يعني دور العرض دي عشان تجهز القصة، مش ان يبقى في مكان بس، لكن في مكان، في أدوات عرض، يعني في اكويستكس أو في يعني الصوت. أدوات العرض بيتم شرائها من الميزانية بتاعت قصور الثقافة، وتجهيز المكان. حضرتك عارفة ان قصر الثقافة بيكون فيه بعض القاعات اللي بتكون عرض مسرحي وتصلح تحويلها الى قاعات للعرض السينمائي. فكل ده بيتم من الميزانيه بتاعت قصور الثقافه. ده امتى هيبتدي تفعيل البروتوكول ده يا دكتوره؟ البروتوكول اتفعل، يعني احنا النهارده وقعنا البروتوكول واوريدي عندنا 16 عرض اوريدي شغاله، فالشركه المتحده هتنزل على طول تمد السينمات اللي موجوده بالافلام الجديده وتبدأ معانا في المرحلة الثانية على طول إن شاء الله.
بنتمنى لكم التوفيق. الحقيقه وجود السينما في المحافظات ده مهم جدا، في خلاص يعني طول عمرنا كان في دايما سينمات في المحافظات، لكن ده انحصر في الفتره الاخيره. وجود السينمات داخل قصور الثقافه مهم، والحقيقه انه المتحده بتساهم في يعني توفير افلام لهذا هذه الدور، وفي نشر الثقافه السينمائيه في قصور الثقافه. شكرا دكتوره نيفين الكيلاني، وزيره الثقافه.